هل قيادة الدراجة أكيد بشروطها وضوابطها؟ بلا شك. هل هي فعلا من أكثر الرياضات حرقا للدهون؟ هل المعلومة هذه صحيحة؟ كثير من الناس يقول لك أن الرياضة حركتها ثابتة، لكن الدورة الدموية فيها سريعة جدا، ولو حطيناها مع مقارنة مع أي رياضة أخرى، أنت تستطيع في هذه أنك تمارس رياضة وتقطع مسافة أكثر ووقت وزمن أكثر، تقدر في من خلال أنك تحرق السعرات وتقدر توصل للحرق العالي جدا، وتغير حتى سبحان الله طبوغرافية الجسم. يعني عندنا ناس ما شاء الله كانوا يعني دخلنا في تحديات مع كذا شخص في مسألة التكميم وفي مسألة الدراجة، والحالة هي فقط يعني الفاصل ما بيني وبينه اللي يشبكنا مع بعض اللي هو العزيمة. إذا كان أنت عندك عزيمة وإصرار وتحدي مع ذاتك، صدقني تستطيع توصل لأي رسالة أو أي نقطة تريدها. وفعلا والله من ثلاث أرقام إلى أرقام مثالية، ثلاث أرقام إلى أرقام مثالية، يعني فوق المية، فوق المية إلى أصبح رقمه المثالي على المقارب لطول. خلال فترة كم يعني تقريبا؟ هي شوف، هي دوائر، دائرة الرياضة هذه أحد الدوائر، الدائرة الثانية هو التنظيم الغذائي كويس، الدائرة الثالثة اللي هي أنك تشرك بعض الرياضات الأخرى يعني عشان تنوع التدريب على الجسم، ما يكون الحرق الدهون وتخفف من الأجزاء. طبعا سبحان الله المنطقة الوسط والأفخاذ هي أكثر شيء. هي أصعب شيء وأكثر شيء يحتفظ بالدهون، فهذه حارقة للدهون الحمد لله. وكلامك على متمرة قطعنا وردك أبو عبد الله، الآن دائما الرياضة إذا جاء الواحد بيتمرن أو يعني يكون بمكان ثابت، فالواحد دائما يصنع الجو لنفسه عشان إيش يستمر. هذه رياضة الدراجة يعني أنت تتحرك هواء طلق، تغير، تشوف العالم، يعني فيها استمتاع أصلا حتى وأنت قاعد تتمرن، استمتاع تعقيبا على كلامك. أكيد أنت أكيد أنت دراج ما شاء الله عليك، هذه روح نشعرها دائما. والله طلع عمرك كذا، جت فترة وبعدين وعقل الله يسامح.